السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة معنا مسؤول جديد من وزارة جديدة داخل أروقة الحكومة، هنواجهه بملفات فيها إنجازات وفيها بعض الانتقادات اللي وصلت لنا. هنحاول نوصل هل الانتقادات دي حقيقي ولا مش حقيقي، هل الانتقادات دي اتحولت لإنجاز ولا متحولتش لإنجاز. هيكون الملف الأهم اللي معظم المصريين معنيين به، ملفنا النهاردة هي الكهرباء. طبعا وزارة الكهرباء هي المعنية الأول والأخير بإمداد كل منزل وكل مصنع وكل مشروع بالكهرباء. لما نتكلم على 14 مليون وأكثر عداد مسبوق الدفع تم تركيبهم على شبكات الكهرباء من ضمن 37 مليون مشترك من العداد العادي خلال الفترات الماضية، لما نتكلم على 2 مليون و900 ألف طلب استقبلتهم المنصة الإلكترونية لخدمة الكهرباء الذكية، والمنصة الإلكترونية طبعا فكر جديد ونظام جديد من التكنولوجيا الرقمية اللي بتسعى ليها وزارة الكهرباء. لما نقول ان احنا ركبنا 2 مليون عداد كودي للمباني المخالفة من ال 2 مليون و900 ألف طلب اللي استقبلتهم المنصة الإلكترونية، ده يعتبر إنجاز. طبعا لما نتكلم تاني على 47 مركز تحكم حديث تم إضافتهم في شبكة توزيع الكهرباء عشان نحاول نخلي التيار الكهربي مستقر والتغذية وتقليل الأعطال، ده برضو إنجاز. ده غير الإنجازات اللي تمت في قمة المناخ الخاصة بوزارة الكهرباء طبعا، تقديم مذكرات تفاهم وتوقيعها، وطبعا الإجمالي اللي هو 28 ألف ميجا وات باستثمار تصل 34 مليون مليار دولار. لما نتكلم على 34 مليار مليار دولار تم توقيعهم كمذكرات تفاهم في قمة المناخ، يبقى لازم نحط نقطة ونقف على السطر ونقول احنا لازم نتكلم ونفهم الإنجاز رايح فين والشغل أخره ايه، والمواطن المصري حاسس بالكلام ده ولا مش حاسس بالكلام ده. فطبعا كل دي ملفات هنتكلم فيها، ومن ضمنها طبعا الفواتير والاستهلاك والعدادات الكودي مسبوق العدادات المسبوقة الدفع والعدادات الذكية. فطبعا كل الملفات دي النهاردة هنواجه بيها الأستاذ الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء. أهلا بيك يا فندم معنا في البرنامج إن شاء الله. أهلا بيك وأهلا بمتابعينا الكرام، ويعني من كل سنة وحضرتكم جميعا بخير، ويعني نتمنى دائما الخير لمصر إن شاء الله، ودائما وأبدا تبقى مصر من تقدم لتقدم بإذن الله إن شاء الله. احنا فندم قرينا عن إنجازات وزارة الكهرباء المنتشرة في كل الأخبار وكل المواقع الإخبارية، والمعنيين بالكهرباء سواء شركات أو خبراء بيتكلموا إن في إنجازات وبيقولوا إن في إنجازات وبالأرقام زي ما احنا قلنا اتكلمنا في المقدمة بتاعتنا إن في 14 مليون وأكثر عدد مسبوق الدفع تم تركيبهم من وتغييرهم من قيمة 37 مليون مشترك من العداد العادي. طبعا الرقم كبير وإنجازات كتير، فاحنا دلوقتي جايين في ملفات معينة عايزين نتكلم فيها. أول حاجة إزاي وزارة الكهرباء تحولت إنها قضت على مشكلة انقطاع التيار الكهربي في فترة من الفترات الماضية من السنوات الماضية، وبقى في استقرار دلوقتي في عدم انقطاع الكهرباء واستمرار التيار الكهربي على مدار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو زي ما حضرتك أشرت فعلا، هو ما تم في قطاع الكهرباء ده يعتبر إنجاز كبير جدا، وإن صح التعبير إعجاز بكل المقاييس اللي هي المعروفة. بنتكلم على تقريبا تم إضافة في خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 30 ألف ميجاوات. ده بيبان من إن طب إحنا كان وضعنا كان عامل إزاي. وضعنا كان أقصى يعني إنتاج ممكن إن إحنا نوفره كان حوالي 24 ألف ميجاوات، وكان في عجز في إنتاج الطاقة الكهربية من 2008 على فكرة، مش بس في 2014، لا من 2008 كان هناك تخفيف أحمال ما بين 3000 ل 4000 ميجا وات، يمكن زاد قوي، والأول كان موجود في الأماكن البعيدة عن المدن، بعد كده الموضوع تطور وزاد سوق، واصبح احنا كلنا كمواطنين كنا بنشوف ان بقى في اظلام وقطع تيار كهربي لفترات طويله وساعات،
والمؤشر الاحمر والاخضر والاصفر والحاجات اللي هي اللي كنا احنا دائما وابدا في مشكله فيها. كمان في نفس الوقت وصل في احد الايام في 2014 تخفيف الاحمام الى حوالي تقريبا 6000 ميجا وات. لما نقول 6000 ميجا وات يعني ما تقريبا من 24000، يعني تقريبا احنا بنتكلم تقريبا ما يقرب من 25% من الطاقه المطلوبه انا مش قادر اوفرها. يعني خلال الشهر مثلا يبقى لازم يبقى في انقطاع اسبوع. ده خلال اليوم. ده خلال اليوم، ده لازم، ده كل يوم لازم يكون في انقطاع، وكنا بيبقى حصل فيها تباديل ما بين الاماكن وبعضها. وده الاثار السلبيه ديت كمان وصلت الى المستشفيات وتاثر بها الاستثمار، تاثرت بها المشروعات التنمويه، فكل مجالات الحياه تأثرت، المواطن العادي والمستثمرين ومجالات التنمية زي ما احنا نقول. ويمكن أكثر ناس تفاؤلا ما كانش يتوقع أنه ممكن يحصل تغيير في فترة بسيطة، عايز ياخد عشرات وعشرات من السنوات عشان يقدر يتغير. يمكن اهتمام سيادة الرئيس ودعمه القوي وإيمانه أن الملف دوت يعتبر أمن قومي، ده اللي خلى يبقى فيه تضافر للجهود، مش بس كهرباء وبترول وقوات مسلحة وبنك مركزي ومالية وتعاون دولي. يعني الحقيقة كانت منظومة يعني وتجربة الحمد لله بدأت بتخطيط سليم علشان نوصل إلى أن يبقى في عندنا احتياطي كويس. لابد من التخطيط السليم العلمي، وده اللي بيميز يعني حاليا الحمد لله في مصر في كل المجالات. بيكون في تخطيط علمي سليم، في إرادة سياسية قوية للتنفيذ اللي تم التخطيط، لأن ممكن التخطيط يبقى كويس جدا بس الإرادة مش بالقوة اللي تنفذ. وبالتالي الحمد لله يمكن خلال الفترة ديت أضفنا زي ما احنا قلنا حوالي أكثر من 30000 ميجا وات، منهم حوالي 3636 ميجا وات في 8 شهور ونص، منهم 14400 ميجا وات في 3 محطات عملاقة بالتعاون مع شركة سيمنز في سنتين ونص. المثالين دولت بيعبروا على مدى تخطي المعايير المعروفة الهندسية في تنفيذ المشروعات دي، لأن المحطة من واحدة كان بتقعد من 5 ل 6 سنين. تمام. لما نعمل 3 محطات عملاقة أعلى كفاءة في سنتين ونص ده يعتبر إعجاز. كمان في نفس الوقت احنا بنتكلم على الكهرباء بنتكلم على إنتاج وشبكات نقل وشبكات توزيع. تمام. يمكن لو تم في الإنتاج تطوير كبير، أيضا تم في شبكات نقل تطوير كبير جدا. بنتكلم على تقريبا كان عندنا في شبكات الخطوط الهوائية الجهد 500 كيلو فولت تقريبا كان حوالي عندنا تقريبا ما يقرب من حوالي 3000 كيلومتر. احنا دلوقتي اكثر من 7000 كيلومتر، يعني تقريبا مرة ونص. لما نتكلم على محطات المحولات اللي هي 500 كيلو فولت تقريبا يعني 4 مرات اللي كان موجود او اكثر او 4 مرات ونص من اللي كان موجود في 2014. على نفس المستوى شبكات التوزيع، يمكن شبكات توزيع ما زلنا شغالين فيها ويعني استثمارات ضخمة جدا حطناها في شبكات توزيع. بنتكلم على ان تقريبا في حدود اكثر من 40 مليار جنيه علشان يتم تطوير شبكات التوزيع في خلال الفترة البسيطة اللي مرت. كمان في نفس الوقت يمكن حاليا مبادرة حياة كريمة لسيادة الرئيس في قرى مصر ايضا هتنقل كمان البنيه التحتيه ومن ضمنهم طبعا الكهرباء نقله نوعيه كبيره جدا. فبالتالي هي منظومه بدات بالتخطيط السليم بالرؤيه السياسيه لاهميه توفر هذا الملف وتطوير فيه، كمان في نفس الوقت الاراده السياسيه اللي هي تنفذ كل اللي تم تخطيطه علشان نقدر ان احنا نوصل. الحمد لله دلوقتي بقى عندنا احتياطي من السنة اللي فاتت كان أقصى حمل وصلنا له أكثر من حوالي 34400 ميجا وات، وكان في احتياطي 13000 ميجا وات. 13000 ميجا وات، يعني معنى كده ان احنا بنتكلم كان في عجز عندنا حوالي 25%، لا احنا الحمد لله بقى احتياطي أكثر من 25%. طب حضرتك الاحتياطي ده طبعا يا فندم المفروض في المرحلة الماضية كان الحكومة اهتمت بالربط مع
بعض الدول المجاورة عشان تصدير أو بيع الكهرباء. فهل الملف ده فعلا قائم بالتنفيذ فعلي ولا لسه حديث الأدراج إن هو لسه في خطط ومخططات إن هو هنبدأ ننفذ إن شاء الله؟ الاثنين. في عندنا خطوط ربط بالفعل موجودة ما بيننا وبين الأردن، بيننا وبين ليبيا، بيننا وبين السودان، ويمكن القدرات اللي موجودة حاليا بيتم بعض الإجراءات لزيادة هذه القدرات الموجودة. كمان في نفس الوقت في مشروع بيتم تنفيذه حاليا للربط ما بيننا وبين السعودية لتبادل تقريبا 3000 ميجا وات، وده يعتبر أكبر خط ربط موجود حتى الآن في المنطقة. كمان في مشروع يمكن الربط مع أوروبا، ويمكن تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان ومع قبرص ومذكرة تفاهم ثلاثية. وكمان في نفس الوقت في اتصالات وفي اهتمام وفي مناقشات أيضا للربط مع إيطاليا. فبالتالي يعني الموضوع الربط الكهربي ده برضو من الرؤى السياسية المهمة جدا، لأن مصر تكون مركز محوري لتبادل الطاقة. تمام. طبعا بما لديها من الحمد لله دلوقتي بقى قوة في شبكة النقل، احتياطي محترم كويس جدا، وكمان في نفس الوقت موقعها الاستراتيجي ما بين 3 قارات مهمين، وأيضا يمكن موضوع برضو مرتبط بها برضو أيضا طاقات المتجددة والتطور اللي تم. طب احنا فعليا بنصدر طاقة كهربية لبعض مزبوط. الدول مظبوط لبعض الدول الافريقيه ولا العربيه يا فندم؟ يعني احنا بدانا مع الحمد الاردن لله. ومع ليبيا ومع السودان بنصدر فعليا. مظبوط. كويس جدا. طب حضرتك كنت هتسبقنا لملف الطاقه المتجدده الرياح والطاقه الشمسيه، فايه الجديد اللي وصل فيه الملف ده؟ طبعا في ملف الطاقه المتجدده هو طبعا اهتمام سياده الرئيس والحكومه المصريه بالطاقه النظيفه، ده اهتمام كبير جدا. ويمكن يمكن لما نبدا نقول ان في استراتيجيه، زي ما احنا بنقول في مخطط علم، كان في استراتيجيه تم وضعها لزياده او مزيج الطاقه بحيث ان تزيد في نسبه مشاركه الطاقات المتجدده لغايه 2035 تصل 42%، ويمكن تم تحديثها يعني اكثر من مره، وحاليا بيتم تحديث هذه الاستراتيجيه لزياده نسبه الطاقات المتجدده. ده على مستوى التخطيط. على مستوى التنفيذ احنا عندنا دلوقتي بالنسبه لي يمكن ابرز حاجه كانت مجمع بنبال للطاقه الشمسيه، وحصل على جوائز متعدده وجوائز عالميه وعربيه، ده حوالي 32 شركه قطاع خاص، اكثر من 2 مليار دولار، حوالي اجمالي 1465 ميجا وات من الطاقه الشمسيه. ده بيعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بتشجيع القطاع الخاص في الدخول في مجال الطاقة المتجددة. احنا وصلنا دلوقتي لإجمالي قدرات تقريبا في الشبكة ما يقرب حوالي 6500 ميجا وات من الطاقات المتجددة، شمس ورياح. شمس ورياح وكهرومائي. شمس ورياح وكهرومائي. كهرومائي يعني اللي هي المساقط المائية زي السد العالي، خزان أسوان، ديت يمكن ما فيهاش تطوير قوي. احنا يعني هي إجماليها تقريبا حوالي 2832 ميجا وات. انما الزياده عن القيمه ديت من الشمس والرياح، وفي المستقبل التخطيط كله في الشمس والرياح. يمكن حضرتك اشرت الى جزء مهم طبعا ايضا كمان اثناء قمه المناخ. تم توقيع تقريبا حوالي 28 مذكره تفاهم مع لانتاج 28000 ميجا وات من الرياح. من الرياح فقط. اجمالي الاستثمارات تصل الى حوالي 34 مليار دولار مع كبرى الشركات العربيه والعالميه والمصريه. كمان في نفس الوقت يمكن من المتوقع ان شاء الله ان هو ممكن تبقى على نهايه العام القادم او نصل الى حوالي تقريبا من انتاج الطاقه المتجدده ما يقرب من 10000 ميجا وات. فبالتالي في اهتمام كبير جدا من القطاع الخاص والاستثمار في مجال الطاقه المتجدده، ده نظرا الى البيئه الجاذبه للاستثمار في المجال ده. وكمان مصر تتمتع بشمس ورياح تجعلها ان هي تكون مركز هام جدا جدا لانتاج الطاقه المتجدده،
وعايز اقول لحضرتك ان هو يمكن الربط مع اوروبا مرتبط باهتمام اوروبا بالحصول على الطاقه، وخاصه الطاقه المتجدده. المتجدده. وافريقيا ايضا غنيه بالطاقات المتجدده، فبالتالي يعني هو يعتبر ممر اخضر للطاقه المتجدده ما بين افريقيا وبين اوروبا بين دول العالم ان شاء الله. طب انا مش هقدر اسيب طبعا انجازات قمه المناخ، لان انا عارف ان انتم فزتوا بنصيب كبير في توقيع الاتفاقيات والاطارات التفاهم، ومش هعدي مرور الكرام على الهيدروجين الاخضر. مظبوط. لان ده حديث الساعه، ومعظم الدول العالم بتتكلم على ان مصر فازت بنصيب الاسد خلال الفتره الماضيه من توقيع اتفاقيات. عايزين نفهم ايه اللي تم بالظبط، وايه اللي حتى الان بيتم تنفيذه، وايه اللي هيتم في المستقبل، وايه اللي هيعود على مصر والمصريين من هذه الاتفاقيات والهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر هو تعظيم الاستفاده من الطاقات المتجدده، بمعنى ان الطاقه المتجدده بتستخدم في انتاج الكهرباء للجهاز التحليل الكهربي للميه عشان تطلع الهيدروجين. وطبعا ليه مشتقات، يعني الهيدروجين بيطلع منه مشتقات امونيا، بتبقى امونيا خضراء، الميثانول بيبقى ميثانول اخضر، وهكذا. يمكن بالفعل يعني مصر برضو زي ما احنا قلنا برضو الاتجاهين، اتجاه التخطيط واتجاه التنفيذ. يمكن حاليا بيتم الانتهاء من او استكمال الاستراتيجيه المصريه للهيدروجين الاخضر في السنوات القادمه عشان تضم الى مزيج الطاقه. الجزء الاخر التنفيذي وهو على ارض الواقع زي ما حضرتك اشرت، يمكن احنا تم توقيع حوالي تقريبا 23 مذكره تفاهم للانتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر ومشتقاته مع كبرى الشركات العالميه، منهم 9 اتفاقيات اطاريه تم توقيعها خلال قمه المناخ كوبتون 7 في شرم الشيخ في العام الماضي. اجمالي 9 بس دولت حوالي ما يقرب من حوالي 84 مليار دولار. في شركات مهتميه جدا بانتاج او التعاون او ضخ استثماراتها في مصر في المجال دوت. كمان في نفس الوقت يمكن سيادة الرئيس كان افتتح خلال قمه المناخ اول مشروع تجريبي لحوالي 100 ميجا وات لانتاج الامونيا الخضراء. فبالتالي وكمان الرؤيه السياسيه ان مصر تكون مركز هام لانتاج الهيدروجين الاخضر. فبالفعل احنا بنخطط الحمد لله كويسه جدا في الهيدروجين الاخضر، وان شاء الله يعني في يعني ده يعني التنفيذ بتاعه يكون برضه بالعزيمه والاراده السياسيه. ده هيعود بالنفع طبعا علينا كلنا. تمام. من ناحيه ان فيها فرص عمل. كمان في نفس الوقت استثمار. وبالتالي يبقى مورد مهم جدا للدخل القومي. بالاضافه الى اهميه دخول القطاع الخاص في المجال دوت، وده مجال عالمي. مصر موقعها الحمد لله في قناة السويس، في البحر الأحمر، في البحر المتوسط، قربها من أوروبا، الجزء ده كل الحاجات دي كلها بتساعدها في ان هي تكون اول حاجة انتاج الهيدروجين الأخضر زي ما احنا قلنا، الطاقة المتجددة، كمان في نفس الوقت توطين الصناعة، وده من ضمن المجالات المهمة جدا فيما يخص الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. طب هو الهيدروجين الأخضر يا دكتور يعني محتمل، أو وزارة الكهرباء حاطة احتمال إن هو ممكن ينتج كهرباء تقريبيا يعني، أو يضيف لشبكة الكهرباء الموجودة الحالية والتوليد الكهرباء تقريبيا قد إيه؟ يعني هيزود الكهرباء وتوليد الكهرباء في مصر قد إيه؟ هو مش بيولد كهرباء. هو احنا بنستخدم الكهرباء الناتجه من الطاقات المتجدده في ان احنا هي بيبقى عباره عن ايه؟ ان الهيدروجين ده احد عناصر الميه. تمام. الميه علشان تتحلل هي بتطلع هيدروجين واكسجين. تمام. فاجهزه تحليل الكهرباء. اجهزه تحليل الكهرباء محتاجه مصدر كهرباء. تمام. فالمصدر الكهرباء دوت لما بيجي من طاقات متجدده في الحاله ديت الهيدروجين اللي بينتج بيسمى هيدروجين اخضر. فبالتالي هو انتاج من استخدام للطاقات المتجدده في او الكهرباء الناتجه من الطاقات المتجدده في انتاج اللي هو الهيدروجين. وفي الحاله دي الهيدروجين بيسموه هيدروجين اخضر، يعني هيدروجين منتج يعني من حاجات صديقه، من حاجات ما لوثتش البيئه، او بمعنى تاني الكهرباء اللي نتجت ما استخدمناش وقود احفوري ملوث للبيئه علشان ننتجها، فبالتالي بيسموها هيدروجين اخضر. الهيدروجين ده بيخش
في مشتقات أخرى. بمعنى يمكن نقله كهيدروجين ما زال في البدايات، يعني ممكن يقابل بعض التحديات اللي موجودة، ولكن تحويله مثلا لأمونيا، الأمونيا أصبحت سهل إن هو نقلها، بقت صورة سائلة، فبالتالي يقدر إن احنا ننقلها أو تستخدم في صناعات أخرى، أو يتحول إلى إيثانول أو ميثانول، ده برضو بيستخدم في وقود لبعض السفن. فبالتالي الهيدروجين اللي بينتج ده، ده بيبقى نوع من إن أنت بتخزن الطاقة اللي انت استخدمتها ككهرباء، تخزنها علشان تقدر ان انت تستفيد بيها في مجالات اخرى. طب حضرتك يا دكتور، ملف السيارات الكهربائيه كان يعني وصل على الساحه ان هو يعني مصر تقدمت فيه فتره وجيزه، ولكن حاليا يعني مش عارفين الملف وصل لحد فين، ودور وزاره الكهرباء في هذا الملف بالذات، لان طبعا دي كانت مبادره من الدوله، وبرضه حفاظا على البيئه برضه. هو يمكن زي ما حضرتك اشرت، هو اهتمام برضه الحكومه المصريه بالتوسع في الطاقه النظيفه، ومن ضمنها طبعا وسائل النقل. يمكن وسائل النقل احنا بنتكلم على القطار الكهربي ووسائل النقل الكهربيه، سواء اتوبيسات او سيارات. يمكن الاحتياطي المحترم اللي بقى موجود، وقوه الشبكات، الشبكه اللي موجوده، ده اتاح ان احنا نقدر كدوله نستفيد في ان احنا نحط مثلا حطات شحن للسيارات، الشحن السريع، وده يمكن بالفعل في محطات شحن تم موجوده دلوقتي الحمد لله في مصر، ويمكن كان اثناء قمه المناخ ايضا كان في استخدام للسيارات الكهربيه والاتوبيسات الكهربيه، طبعا بخلاف القطر الكهربي اللي بيتم تنفيذه، القطر الكبير او القطر الخفيف اللي تم تنفيذه. وبالتالي يمكن موضوع بالنسبة للكهرباء، احنا توفير الكهرباء واستقرارها ده الحمد لله متاح، وفي اهتمام من الدولة بتشجيع الجزء الخاص بالسيارات الكهربية. ويعني لما اتكلم على التصنيع، يمكن التصنيع يمكن في الجهات اللي هي المنوط بيها موضوع التصنيع، يمكن بتشتغل برضو في الجزء ده بطريقة. حضرتك في مشكلة مثلا للي هم اشتروا سياره كهربائيه، ان يعني في بعض الاشخاص اللي اعرفهم شخصيا يقول ان انا ممكن اشحن في القاهره ومحطه شحن اخرى مثلا في اسكندريه، هل يعني احنا وصلنا لنسبه معينه، او في مثلا خطه زمنيه ان مثلا محطات الشحن الكهرباء للسيارات هتبقى متوفره في معظم المحافظات، ولا وزاره الكهرباء رؤيتها ايه في هذا الملف؟ هو طبعا السيارات الكهربائيه ممكن لو واحد عنده سياره ممكن يعني يشحنها من المنزل حتى، يعني او بسلك او كابل من بس بياخد وقت، يعني بياخد وقت طويل. انما احنا بنتكلم محطات الشحن اللي هي الشحن السريع، اللي هو يقدر يشحن السياره بسرعه يعني او فتره بسيطه. يمكن اللي موجود عدد محطات الشحن لسه طبعا ما فيش توسع بالنسبه للسيارات الكهربائيه، ولكنها من المخطط ان هي يبدا التوسع فيها بناء على المطلوب او الطلب على محطات الشحن. في توسع فيها، في تنوع وتوزيع فيها على حسب زياده السيارات الكهربائيه. يمكن الاتوبيسات الكهربائيه بقى فيها زياده في العدد اللي موجود، بيبقى موجود طبعا الاتوبيسات بيبقى في الاماكن بتاعتها في محطات شحن ليها، وحتى محطات شحن للسيارات العاديه موجوده ومتوزعه. يمكن في برضه شركات قطاع خاص بتشتغل في القصه ديت، وهي بتشوف على حسب الطلب اللي موجود فيه ايه، واعتقد ان هم يعني طبعا بيعود عليهم بالنفع ان هم يتوسعوا فيها طبعاً. بس بالتاكيد يهمهم التوسع فيها على حسب الاحتياج اللي موجود. يمكن مع زياده الاستخدام السيارات الكهربائيه، وده متوقع ان شاء الله يزيد في السنوات القادمه، بالتاكيد هيزيد. ولكن هو الاهم ان انت تكون عندك من الشبكه الكهربائيه وانتاج الطاقه الكهربائيه انك تلبي الاحتياجات، واحنا عندنا الحمد لله الجزئيه ديت، وبنشجع بقى وعندنا مستثمرين في موضوع مراكز الشحن او محطات الشحن الموجوده، والحمد لله بقى عندهم خبرات، فبالتالي البنيه التحتيه لتوفير الطاقه الكهربائيه
للسيارات الكهربية، محطات الشحن موجودة الحمد لله. طب الملف الآخر، كنتم يعني وزارة الكهرباء أطلقت المنصة الخدمات الإلكترونية وتوسعت فيها بشدة. أي مواطن دلوقتي عايز يغير عداد أو عايز يعمل أي نشاط في منزله أو شقته بيخش على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الكهرباء وبيقدم الطلب وكده. في بعض المواطنين لما طرحنا على صفحة البرنامج الفيسبوك إن احنا إن شاء الله في حوار مع سيادتك، قالوا لنا إن احنا في أوقات ما بنعرفش نتعامل مع المنصة، وهل في يعني وزارة الكهرباء بتقول للموظفين يساعدونا ولا ما يساعدوناش، وهل الموظفين خدوا دورات للكلام ده ولا ما خدوش، وفي أمر آخر هل السيستم كفاءة ويتحمل الضغط العمل لود على السيستم، وايه الانجاز فيها بالظبط يا فندم واخر تطورات فيها، وان شاء الله يعني عايزين حضرتك تبسط للمشاهد يستخدم المنصة الإلكترونية ازاي، ولو هو ما عرفش يستخدمها ممكن يتوجه لمين او لأقرب مكان عشان نحاول نساعدكم في ان الخدمات الإلكترونية. وعارف حضرتك احنا دلوقتي في الرقمنة وان الدولة كلها بتتجه للشبكة الرقمية والخدمات الإلكترونية، وانتم طبعا يعني وزارة الكهرباء كانت من بدايات الوزارات اللي استخدمت التكنولوجيا والمنصات الرقمية وخدمات الكشف على العداد بالإلكتروني، وانك تكتب استهلاكك قد ايه. طبعا يعني دي في بوادر لكم كبير، وكان في بعض الملفات او بعض التطبيقات على الموبايل، وكنت حضرتك في حوار سابق يعني شرحت هذا الموضوع بتطبيق الموبايل. بس دلوقتي المنصة الإلكترونية في بعض الناس مش عارفة تستخدمها، المواطنين اللي هم المشتركين مع بعدادات الكهرباء لوزارة الكهرباء، عايزين حضرتك تشرح لنا الملف ده وتقول لنا إنجازه في الآخر تم فيه إن شاء الله. هو طبعا زي ما حضرتك أشرت، هو توجه الحكومة كله للتوسع في الخدمات الإلكترونية علشان سهولة تقديم الخدمة وسرعتها، وكمان في نفس الوقت يبقى فيها دقة، ويبقى يعني يبقى المواطن يقدر وهو في مكانه يقدر ان هو يستخدم او يستفيد من الخدمات دي. يمكن كانت المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية هي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتصميم بتاعها ان هي يستوعب اعداد ضخمة جدا من الزائرين اللي موجودين على المنصة. بالفعل في ألفات في اليوم بتخش على المنصة. التسجيل في المنصة برضو هي مجاني ومؤمن، بمعنى لما بيجي مواطن يخش على المنصة عشان يسجل فيها هو بيطلب منه رقم موبايل علشان نقدر ان يبقى فيها تجاوب او تفاعل من الشركة على الموبايل، هو ده وسيلة التواصل، والاسم اللي موجود، وبيطلب منه يحط له باسورد او كلمه سر. كلمه السر ديت بحيث ان هي تبقى البيانات اللي موجوده ديت خاصه بيك تبقى مؤمنه. على الجانب الاخر في خدمات بتطلب من مثلا من المواطن، زي مثلا هي بتقدم المنصه دي حوالي 25 خدمه. الخدمات متنوعه، من اول التقديم على العداد او طلب التغذيه الكهربيه، لنقل ملكيه، لشهادات بيانات، والتحول من نظام الممارسه لنظام العداد الكودي، الاستفسارات والشكاوى، كل الحاجات دي كلها من ضمن الخدمات اللي موجوده على المنصه. كمان يمكن فيها برضو اليات الخاصه بالدفع الالكتروني. لما ناخد مثال مثلا ان هو بيقدم على المنصة عشان يتحول من نظام الممارسة لنظام العداد الكودي. يعني مبني العداد الكودي، العداد الكودي لتحصيل الرسوم من المباني المخالفة، مش تقنين وضعهم. لا يقنن وضع، ولكن هو آلية لحساب الاستهلاك بطريقة دقيقة وتحصيل اموال الدولة. مظبوط. وكمان في نفس الوقت يبقى المواطن بيدفع استهلاكه والدولة بتاخد المقابل ده، والمواطن مطمن ان ده استهلاكه. مظبوط. مش ممارسة مفتوحة ان محصل الكهرباء او هو بيروح يدفع في عملية تقديرية وهو يحس بالظلم يعني. فبالتالي كان عداد الكودي، مجلس الوزراء وافق على التحول نظام الممارسة لعداد الكودي، وبالفعل تم فتح المنصة. ويمكن احنا وصلنا دلوقتي تقريبا اكثر من او ما يقرب من حوالي 3 مليون طلب على المنصة. وكمان في نفس الوقت تم تركيب منها
ما يقرب من حوالي او اكثر من حوالي 2 مليون عدد، اكثر من 2 مليون عدد كودي. واسم كودي جاي من ان العدد اللي بيتم تركيبه دوت مش باسم الشخص، ده رقم بس، لغايه لما المواطن نفسه او المشترك يحول او يقدم وضع الوحده السكنيه او الوحده اللي عنده، دي بتتحول الى قانوني، وبالتالي ده بيبقى عدد تقليدي او عدد عادي. فهو العدد ده هو العدد ده، السبل المحاسبه ده هو هو ده هو ده، ولكن هي زي ما حضرتك اشرت ان هو دقه في حساب الاستهلاك. فدي من ضمن الخدمات اللي بتقدمها المنصه. انا عايز اقول لحضرتك برضو المنصه فيها مساعد افتراضي، يعني بمعنى تاني اللي بيخش على المنصه في مساعد اسمه نور. نور نور يعني في في في, في او ما بيخش كده زي انيميشن كده زي صور يعني او حاجه متحركه، حاجه حديثه جدا، بيتفاعل معاه ويبقى في تجاوب معاه. طب انت عايز تعمل ايه؟ بيقول له مثلا بيظهر له رسائل على الشاشه، مش رسائل ده زي شخصيه كده يعني الكترونيه كده بتظهر اسمه نور. وممكن هو يختار ان هو عايز مساعده، فهو هو بقى التفاعل بقى ما بينه وما بين المواطن، بحيث ان هو يوجهه يشرح له الخدمه اللي هو عايز يعملها، عايز اعمل خدمه كذا، عايز اعمل كذا، طب اقدم على كذا، طب اسوي كذا، بحيث ان هو يبقى في تفاعل. دي حاجه. الحاجه الثانيه المنصه طبعا برضو القائمين عليها مدربين تدريب عالي جدا. وفي نفس الوقت لما بيتبعت اي استفسار على المنصه بيتم الرد عليها علشان يقدر ان هو يعني يرد عليها ويوضح له ما يخص المواطن. متصل بيها تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكيه. ده تطبيق كل الخدمات اللي بتقدمها المنصه هو بيقدمها. يعني هو متصل على طول بالمنصه. فبالتالي ده برضه بيسهل. بينزل على الموبايل او التليفون المحمول، وبالتالي بيبقى الموضوع بيبقى فيه ببساطه يعني. زي ما احنا قلنا التسجيل فيه مجاني ومؤمن. كمان في نفس الوقت يمكن التطوير اللي تم وبرضه مرتبط بالخدمات الالكترونيه هو مراكز خدمه العملاء. مراكز خدمه العملاء دلوقتي فيها جزء خاص بالمنصه، بحيث ان هو يقدر لو المواطن راح لمركز خدمه العملاء وعايز خدمه معينه ممكن قدامه حاجتين، يا اما يخش بنظام الشباك الواحد، يخش على الموظفين او القائمين بالتقديم الخدمه، او ان هو ممكن يخش على الجزء الالكتروني ويتعامل مع المنصه. لو هو وفي متواجدين من العاملين المدربين على المنصه بيبقوا موجودين في المكان دوت وممكن يساعدوا يتفاعل ازاي او يتعامل ازاي مع المنصه. يعني في اشخاص ممكن يتواصلوا مع الشخص، يعني اما هو في مساعده الكترونيه موجوده على المنصه اللي هو نور، او في مراكز خدمه العملاء لو هو حب ان هو يروح ويستفسر ويعرف ده برضو موجود. يعني اسف لقطع حديثك، بس خليني اتعامل معك كمواطن بسيط تعليمه من الدرجة البسيطة، وهو يعني عائل لأسرته وعايز ينقل عداد، وهو طبعا الشركة بعيدة عنه أو خدمة العملاء بعيدة عنه وعايز يستخدم التطبيق. التطبيق هيساعده بنور أو المنصة الإلكترونية فيها اللي هو المساعد الافتراضي اسمه نور. ده موجود على المنصه. تمام. لو هو مش هيروح للمكان، وعايز اقول لحضرتك هو طبيعي جدا ان طالما احنا لسه يعني مع التليفون المحمول ده اول ما استخدمناه ما كناش نعرف في ده حقيقي. ده طبيعي يعني. اي حاجه جديده بتبقى لسه. بالتاكيد. فاحنا عشان كده عملنا الجزء اللي هو المساعد الافتراضي على المنصه، وهو في مكانه يقدر يتعامل معاه وهو يوجهه يعمل ايه. دي على المنصة. حاجة تانية على المنصة هو لو هو مش عارف برضو يبعت استفسار على المنصة. تمام. برضو تساعده. تمام. مراكز خدمة العملاء يعني كل الناس كلنا بساعات او يعني في الغالب بنحتاج نروحها. فدي موجودة. موجودة ومطورة وحديثة. بتبقى في المراكز برضو دكتور يعني لو يعني. يعني اقصد هو ايه ان هو ده قدامه وده قدامه وده قدامه. لا انا عايز اوصل للنقطة. وتطبيق في تطبيق. أيوة. التطبيق اللي هو خدمات الكهرباء الذكيه لما يحمله
برضو هيوجهه انت برضو اللي انت عايزه ايه، وبالتالي هو يخش على الحاجات اللي هو اللي محتاجها. لما يخش هو انا عايز مثلا عايز شهاده بيانات، لو هو دخل على المنصه اللي هي مش من خلال التطبيق اللي هو المنور دوت، هيقول له خد شهاده بيانات مطلوب منك كذا. يعني مثلا لما نتكلم على التحويل من نظام الممارسه العداد الكودي، تمام، من ضمن المتطلبات صوره البطاقه، تمام، هيقول له حط صوره البطاقه، يصورها ويرفعها، يصورها ويحطها. عايز صوره الممارسه نفسها يحطها ويحطها على المنصه، عايز صوره المبنى من الخارج يحطها ويرفقها على او يعمل لها اضافه على الطلب اللي هو بيستخدمه. فالحاجات دي كلها لو هو دخل هتلاقيها متطلبات موجوده تحت بعضها. اهم حاجه هو ان يحط رقمه الصحيح اللي هو تقدر شركات الكهرباء تتعامل معاه. يعني قصدي حضرتك رقم الموبايل، رقم التليفون، لان احنا ساعات احيانا هو بيروح مثلا لمركز الخدمه او مركز تقديم خدمه اللي هي بتاعه السايبر او حاجه زي كده، فهو اللي هناك بيحط رقم هو او رقم، فبالتالي يجي الشركه عايز تتعامل معاه، عايز تتواصل تليفونيا مع العميل او تبعت له رسائل او بتاع، ما بتوصلوش، ما يبقاش في استجابه. فانا من خلال حضرتك بنطمن الناس ان طبعا الرقم الموبايل ده بيبقى مؤمن جدا، كل البيانات مؤمنه سريه، في سريه تام جدا جدا، ومؤمنه على اعلى مستوى، واخد بال حضرتك. فبالتالي هو كل الخدمات اللي موجوده يمكن في البدايه يعني هيبقى فيها، بس مجرد هيعرف يعمل ايه ويسوي ايه، بعد كده الموضوع هيبقى موضوع سهل. لو انا دلوقتي عايز اتعامل مع الخط الساخن، يعني خلاص المنصه انا عارف ان المنصه دورها هام وجوهري، وخاصه مع الفتره الحاليه والتكنولوجيا وسرعه الريتم، وفي نفس الوقت ان النهارده انا عايز مصلحتي تخلص وانا متواجد وشايف المنصه شغاله قدامي. عندي سؤالين هنا، هل الخط الساخن متاح للمواطنين برضو ولا المنصه لغت الخط الساخن؟ لا 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 لا، هم الاثنين شغالين، مش يعني الخط الساخن ده شغال، بالعكس ده هو بيتم اضافه فيه خدمات اضافيه. يعني الخط الساخن دوت هو بيخدم برضو عن طريق التليفون، ان هو ممكن يتواصل معاه. وعايز اقول لحضرتك انه في الاول كان بيستقبل بلاغات وبعض الشكاوى، دلوقتي لا، ده كان في ان هو يقدر يستفسر عن خدمات، فبالتالي ممكن هو يتصل ب 121 ويستفسر عن خدمات معينه، ايه المطلوب منه، ايه الحاجه اللي هو يقدر يستفيد بيها. كمان في نفس الوقت يمكن في برضو صفحه على الفيسبوك خاصه بالشركه القابضه لكهرباء مصر، ديت برضو ايضا بتقدم برضو بتستقبل اي استفسار او بلاغ، وتقدر ان هي توجه اي مواطن عايز اي استفسار برضو نفس القصه. هي ده بخلاف طبعا المواقع الالكترونيه، ولكن زي ما حضرتك اشرت هو 121 ما زال ده خط ساخن على مدار 24 ساعه على مستوى الجمهوريه كله، اتصال من التليفون الارضي او المحمول، وزي ما احنا قلنا بيقدم الخدمات، يستفسر عن الخدمات، يقدم لو عايز يبلغ اعطال عند المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه ممكن هو يتواصل من خلالها، تطبيق الخدمات الكهرباء الذكيه ممكن برضه من خلالها. فاحنا بنحاول دائما وابدا نطور نضيف ونتوسع في الخدمات الالكترونيه في كل ما يخص الكهرباء على فكره، سواء على مستوى توصيل الكهرباء، على التعامل مع المواطنين، على العدادات الجديدة، على استقبال تقديم الخدمات. فالحاجات كلها بصفة عامة بنحاول نحن نتوسع في الخدمات الإلكترونية، ده وتوجه حكومة على متأكد. طيب حضرتك التوسع ده طبعا فكرة الدولة وفكرة وزارة الكهرباء، مظبوط، بس النهاردة أنا عندي ملف المواطنين والمشتركين بالعدادات داخل وزارة الكهرباء عموما على مستوى المحافظات، حملوا لي ملف ثقيل جدا، وانا يعني عارف ان انت صدرك رحب وهتحاول تستوعب ان الناس بتشتكي فعلا من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء. وبحكم ان حضرتك يعني رجل الاعلام الاول ورجل التواصل الاول مع المواطن عبر شاشات التلفزيون او المواقع الاخباريه او الصحف او الجرائد او اي منبر اعلامي، انا عندي مواجهه
في ملف ارتفاع قيم فواتير الاستهلاك للكهرباء، ودي شكاوي مش 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 من محافظة واحدة. فعايزين نحاول يا اما امرين، يا اما نطمن المواطنين او نفهمهم الارتفاع ده جاي منين، ونوعيهم في نفس الوقت يعني ازاي يحاولوا ما يخلوش فواتيرهم تبقى عالية ويدفعوا فلوس كتير. لان اي مواطن حاليا، انت عارف التداعيات الاقتصادية في العالم كله، اي مواطن حاليا عايز يخفض فواتير الكهرباء بتاعته. فده ملف مهم، واسمح لنا ان احنا يعني ايه نسقل عليك انك تحاول تساعدنا في الملف ده ونعرضه على المشاهدين بشفافية. بالعكس انا بشكر حضرتك جدا ان هو ان يعني هو موضوع احنا يهمنا كلنا احنا كمواطنين. موضوع احنا كلنا بندفع برضه. طبعا. وهو ده من ضمن البنود الاساسية في ميزانية اي بيت، الموضوع الكهرباء واستهلاك الكهرباء. خلينا نقسمها لجزئين. الجزء الاولاني فيما يخص العدادات ويخص شركات الكهرباء، والجزء الثاني يخصنا احنا كمواطنين. نتكلم على الجزء الخاص بشركات الكهرباء والاليات الحساب الاستهلاك. يمكن اليات حساب الاستهلاك بيتم تطويرها. اولا في عدادات تقليديه اللي هي في قارئ بيروح بيقرا العداد وبعد كده تحول لفاتوره وهكذا، او العدادات اللي هي اللي بالكارت اللي مسبوق الدفع. اشرت ان احنا وصلنا تقريبا اكثر من 14 مليون عداد مسبوق الدفع. بالنسبه للعدادات اللي هي التقليديه، احنا اطلقنا برنامج اسمه برنامج قراءه الموحد. البرنامج دوت بيلزم القارئ للعداد، لان دوت نقطه البدايه، ان هو ياخد صوره للعداد. الصوره ديت بتضمن ان هو راح للمكان من فيها قيمه القرايه مظبوطه، كمان فيها التاريخ والتوقيت، التاريخ بتاع اخذ القرايه. المكان طبعا ده خلاص ان هو فعلا في المكان اللي هو بتاع العداد بتاع المواطن نفسه. القرايه معنى كده ان هو مش يعني ايه مش كاتبها بطريقه مش جزافا، مش من دماغه. وبالتالي بتوثق الاستهلاك، لان دي على اساسها بيتحسب الاستهلاك. ويقدر ان المواطن كمان يقدر ان هو لو في مشكله ولا حاجه يقدر ان هو يطلع على لمده شهور كمان سابقه على القرايه عشان يتاكد ان ده استهلاكه فعلا. الحاجه الثالثه التاريخ، علشان يبقى المواطن مطمن واحنا متاكدين ان ما فيهاش تاخير عن فتره المحاسبه بتاعته. ولو هو فيها تاخير، وديت ما بتبقاش موجوده دلوقتي، حتى لو فيها تاخير بيتم ما يسمى التشريح، يعني يعني الاستهلاك دوت 30 يوم هو ده الاستهلاك اللي هو لكل فرد الشهر يعني. فبالتالي التاريخ ده بيأكد هو القرايه دي اتخذت امتى. يبقى ما فيهاش تجاوز لفتره المحاسبه. تمام. البرنامج قراءه موحد دوت يعني الحمد لله بالتعاون مع برضو شركه شعاع بتقوم يعني موجود كويس جدا، اللي هي شركه مستقله خالص عن وزاره الكهرباء، وهي اللي بتقوم بعمليه قرايه الاعداد. والصور العداد دي بتتنقل الكترونيا بطريقه الكترونيه، ما فيهاش تدخل عنصر بشري عشان نضمن دقه او القرايه وان هي وصولها بطريقه الكترونيه ما فيهاش تدخل عنصر بشري. ويمكن المردود بتاعها ايجابي كبير جدا جدا. لان اصبح ان هو الشكاوى من عدم دقه حساب الاستهلاك في الفواتير قلت بدرجه كبيره. يعني ما نقولش مش هنقدر نقول ان هي يعني وقفت خالص، بس لا يعني بدرجه كبيره جدا، لان هو استهلاكك اللي بتدفع عليه وفيها موثقه بصوره. ده اللي هو العدادات اللي هي التقليديه. العدادات اللي بالكارت برضو ايضا يمكن هي نفس الحسبه هي ولكنها فيها ميزه ان العداد اللي بالكارت اول باول بيوضح قدام المشترك هو استهلك قد ايه، وصل انهي شريحه، فضل قد ايه من الفلوس اللي سحبها او اللي شحنها، كل حاجات تبقى موجوده، وبالتالي تساعده في التحكم في الاستهلاك. ومعظم الناس اللي تحولت العداد مسبوق الدفع لقت ان هي وفرت او ان هي قدرت تتحكم وتقلل من قيمه الاستهلاك بتاعها. مش لحاجه غير بس ان هو فعلا بدا هو يتابع ويتحكم في الاستهلاك. طب الروشته بقى اوفر الاستهلاك ازاي؟ هو جزء بقى الثاني اللي هو جزء اللي على المواطن. المهم قوي ان احنا كمواطنين نخلي بالنا من الحاجات اللي هي بتستهلك كهرباء كتير. يعني
في بعض الثقافات اللي هي ان اي جهاز كهربي انا بشيله بسيبه في مركز في مصدر الكهرباء، وده غلط. اي جهاز كهربي انا مش محتاجه اشيله من مصدر الكهرباء. تمام. الحاجه الثانيه، الاجهزه الكهربيه اللي بتستخدم في التسخين اخلي بالي منها كويس جدا، ارشد استهلاكي فيها، لان هي دي بتستهلك كهرباء كتير. الحاجه الثانيه الاضاءه، المكان اللي انا مش موجود فيه اطفيه. ويمكن هي فرصه كويسه جدا برضو ان احنا داخلين على رمضان، فمهم قوي ان برضو يعني لو الاسره بتتجمع او بتتفرج على اي حاجه او شاشه معينه، مفيش داعي ان هو يبقى اكتر من شاشه، هو شاشه واحده بيتجمع عليها. المكان اللي احنا بنتجمع فيه عشان نفطر او يبقى متسحر او حاجه، مفيش داعي ان هو يبقى الاضاءه كلها تبقى موجوده وشغاله. طبعا الاجهزه الكهربائيه او الشواحن بتاعه التليفونات المحموله والكمبيوترات واللابات، كل الحاجات دي كلها اللي انا مش مستخدمها اشيلها من مصدر الكهرباء. السخان الكهربي خلي بالي منه كويس جدا. الغسالات الفول اوتوماتيك اللي فيها تسخين خلي بالي، البرامج اللي فيها يعني اشيل الفيش بتاعتهم، أشيل الفيش لو انا مش مستهلكه وقت ما نفس الحكايه، سخان قبل ما استخدمه شغله ربع ساعه ثلث ساعه، لكن ما تسيبوش في موجود وخلاص، يسخن ويبرد، ودي بتستهلك كتير جدا. الحاجه الثانيه والمهمه جدا ان انا في العداد، يمكن العداد المسبوق دفع في ان انا ممكن اقدر اتابع استهلاك، انما العداد التقليدي بنقول لينا احنا كمواطنين اتابع اصور العداد كل يوم كل يومين كل ثلاثه عشان اعرف بالظبط القرايه وصلت لغايه فين والاستهلاك وصل لغايه فين. طب دلوقتي يا فندم، يعني فواتير التحصيل، في ناس بتبقى مثلا مسافره، يعني ده سؤال وصل لنا وبيقولوا لنا في ناس بتبقى مسافره اسكندريه مثلا، هو شقته في القاهره وهو في اسكندريه، او مثلا هو من الصعيد وقاعد في القاهره، فبيبقى مثلا هو ما بيدفعش الفواتير بصفه مستمره شهريه، ممكن تتراكم عليه شهر اتنين تلاته مثلا، خمس شهور ست شهور، فالناس بتتكلم ان بينزل فوائد على التاخير، فما حقيقه الامر؟ ولو في فوائد او في غرامات عايزين نعرفها ونعرفها للمشاهد، عشان برضو ممكن هو ما يكونش يعلم مدى صحه الامر ويبقى ساكت وناسي وفي الاخر يلاقي عليه غرامات. هو دلوقتي حاليا طبعا موضوع التاخير ده الشركات كلها في تعليمات ان هو موضوع تاخير في دفع الفواتير يعني ما بقاش يعني في بعض التعليمات ان هو لا ما بنسمحش بالتاخير. طيب زي ما حضرتك اشرت كده، طب انا مش في المكان بتاعي او محصل ممكن يجي لي وانا مش موجود، الحاجات دي كلها احنا الكترونيا حليناها، بمعنى ممكن هو يدفع عن طريق ملف الدفع الالكتروني، من خلال لو في فاتوره اللي هي الفاتوره العاديه التقليديه في كود مكتوب كود السداد الالكتروني، كود السداد الالكتروني، الكود ده رقم، ودلوقتي اعتقد ان كل الاستهلاكات كل الفواتير كلها سواء كهرباء ميه غاز تليفونات كلها بقى بطريقه الكترونيه. تمام. ممكن محافظ البنكيه، يمكن حاليا كمان دلوقتي بقى في مع الموظفين اللي هم المحصلين اجهزه زي هاند هيلد او اجهزه الكترونيه يقدر يدفع بيها برضو بالفيزا. كمان في نفس الوقت التاخير ده، هو التاخير بصفه عامه ما فيش عليه بالنسبه للمنازل ما فيش عليه فوائد، يعني انا اتاخرت شهرين ثلاثه ما فيش غرامه، بس التعليمات ان هي التحصيل شهري بس لا بس هو لو هو اتاخر لظروف قهريه هيبقى عرضه الى ان ممكن العداد نفسه يتشال. العداد العادي القديم يتشال، ان التاني بيتشحن، ده حقيقي، انما هيبقى عرضه ان هو يجي له انذار ويتشال العداد. طب لو انا يعني هو فبالتالي هو 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 متاح قدامه يسدد بطريقه الكترونيه. وبالعكس ديت بقى المحافظ البنكيه والحاجات دي كلها بقت تسمح بالجزئيه دي، ومنافس الدفع الالكتروني منتشره في السوبر ماركتات والحاجات دي كلها. يعني انا اقول للمشاهد بتاعي ان سدد الكتروني من اي مكان، لو انت في محافظه غير محافظتك او في مكان غير مكان التواجد الشقه بتاعتك، سدد في اي مكان. السؤال الاخير هنا يا فندم، ومش سؤال، هو لو انا الوقت يداهمني طبعا والحديث معاك شيق، وفي نفس الوقت المشاهدين بيطالبوني بكميه اسئله كتير ودي واضحه قدام حضرتك، بس ما ينفعش في حلقه واحده، ان شاء الله يعني ناخد مع سيادتك حلقات وحلقات عشان نوعي المواطنين، وفي نفس الوقت الناس تحافظ على فلوسها برضه، لانه قصه الاستهلاك وقصه الفواتير والاسعار كهرباء بند مهم بند مهم في ميزانيه اي موظف او اي مواطن مصري. يعني الرساله الاخيره اللي تحب تقدمها للمشاهد واللي نختم بيها طبعا
حلقتنا، لان المشاهد هو هدفنا الاساسي في برنامجنا، واللي دايما بنشيل ملفاته وبنروح له للمسؤول عشان نقول له ملفات مسؤول بيناقش حضرتك عشان تقول للمشاهد ايه فيه. احنا اولا احنا بن يعني بن بنقول بناكد على ان احنا الحمد لله ما تم من مكتسبات في موضوع الكهرباء احنا يعني جادين جدا في المحافظة عليه، توفير الطاقة الكهربية، بنطور في الشبكات، فبالتالي يعني اطمنوا ان الكهرباء الحمد لله بقى فيها استقرار كبير جدا. الحاجة التانية لو في اي مشكلة من اي نوع، مشكلة تجارية او مشكلة فنية او اعطال او خدمات، احنا فاتحين قنوات التواصل مع اكثر من قناة، عندنا 121 خط ساخن يستقبل المكالمات على مدار 24 ساعة. لو في بلاغ احنا الفرق الطوارئ موجودة على مدار 24 ساعة ومؤهلة ومدربة ومعاها المعدات اللازمة وتتوجه للمكان بتاع العطل سريع جدا، وحاليا بيتم تطوير حتى مراكز التحكم يعني المخطط ان هو يتم اضافة او تحديث تطوير حوالي 47 مركز تحكم حديث في شبكات التوزيع، ودي اول مرة في مصر، علشان نقلل الاعطال. كمان في نفس الوقت المنصة الإلكترونية خدمات الكهرباء الذكية دي بتستقبل برضو البلاغات لو في أي استفسار. كمان في نفس الوقت يمكن حضراتكم مشكورين بتلعبوا دور مهم جدا جدا في رصد الرأي العام وطلبات المواطنين، وبالتالي نقدر ان احنا نتجاوب معها ونقدم. ده واجبنا فندم، ده واجبنا طبعا. احنا طبعا دكتور ايمن حمزة المتحدث الاعلامي لوزارة الكهرباء والرجل الاول المنصت للرأي العام اعلاميا، ومن يقدم لنا دايما روشتة الاستهلاك ورشدة الدعم ورشدة الإنجاز ورشدة خدمة المواطنين. أنا مواطن برضو، أنا مواطن بس أنا كهرباء. في ختام حلقتي أحب أن أتقدم بخالص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، شكرا لك يا فندم. شكرا. ونتمنى أن احنا نكون ضيوف خفاف على حضرتك، ونكون قدمنا يعني بعض من آراء أو استفسارات المشاهدين، ونكون برضو حاولنا على قدر الامكان احنا نوصل رؤيه سيادتك، وفي نفس الوقت الردود على والاجابات على تساؤلات المشاهدين. لو في اي مشكله، لو في اي شكوى حضراتكم مشكورين يعني وصلوها لي، واحنا يعني اكيد احنا يعني نطمن الناس ان احنا جاهدين ان شاء الله نحلها باذن الله. اشكرك يا فندم، اشكر السيد الاستاذ الدكتور ايمن حمزه المتحدث الاعلامي لوزاره الكهرباء. واعزائي المشاهدين، في ختام حلقتي لا يسعني الا الشكر للمسؤول اللي يقدم الدعم، اللي يخدم المواطن، اللي ينشر الوعي للمواطن، اللي يقول احنا هنا ومكتبنا مفتوح عشان نخدم المواطن، لان هدفنا خدمة المواطن. النهاردة لما بنتكلم على ملفات مسؤول بنتكلم على الملفات اللي المسؤول قاعد ومتوظف وبياخد مرتبه عشان يخدم المواطن، لان من غير مواطن ومن غير مسؤول مفيش ملفات مسؤول. فاحنا عايزين نقول يا مصريين، في مسؤولين مهتمين بحياة المصريين وبدعم المصريين وبإنجاز المصريين، ومن خلال منبرنا ملفات مسؤول أحب أشكر للمرة الثالثة والرابعة والخامسة السيد الأستاذ الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامي وزارة الكهرباء، وأحب أشكر مشاهدينا مع لقاء آخر ومسؤول جديد في برنامجكم ملفات مسؤول، إن شاء الله بإذن الله كل ثلاثاء الساعة 8:30 من كل أسبوع في برنامجكم ملفات مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.